تعبئة وإدارة وتنسيق الموارد المالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين بما يتماشى مع سياسات الدولة واتجاهاتها نحو اللامركزية بما يساعد في معالجة الأسباب من جذورها لهوس الهجرة الغير نظامية من خلال التشريع. والآن مع كلمة السيد الأستاذ أيمن موسى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوهية الصغر، ويلقيها نيابة عن السيد المهندس طاهر الحسيني نائب المدير، فليتفضل. السادة والسادات الحضور الكرام، أتقدم إليكم بتحيات معالي وزيرة التجارة والصناعة والأستاذ نبيل جامع والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. مبدئياً يطيب لي اليوم أن أتواجد مع وسط الكوكب العظيم من القيادات السياسية والخبرات الوطنية المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لشباب مصر العظيم، وذلك لحضور الاجتماع الأول للجنة المجتمعية والمعنية بمتابعة سير تنفيذ أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل. ونظرا لأهمية الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعبئة وإدارة وتنسيق الموارد المالية المتاحة وتوفير الآليات التنفيذية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويكون للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يواجه كافة المهام والاختصاصات اللازمة للمعاونة في تنفيذ برامج تساعد على تقليل الآثار الجانبية لسياسة الإصلاح الاقتصادي ومنها تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك بتوفير الآليات التنفيذية لتخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق إيجاد فرص عمل والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة والصحة للفئات المستهدفة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية تحمل في طياتها البعد الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري بصفة عامة والشباب المصري بصفة خاصة. ومن ثم جاءت فكرة هذا المشروع الذي يساعد في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال التشغيل، ولما لهذا الظاهرة من عواقب وخيمة تمس وفرض بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، وتماشيا مع سياسة الدولة واتجاهاتها نحو اللامركزية ونظر لتوجيهات الدولة المانحة لتفعيل وإبراز دور الجهات الشريكة في المجتمعات لقدرتها على الوصول إلى الطبقات الأكثر فقرا ومشاركتها الفعلية في المجتمعات المحلية ومعرفة الاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات والعمل على تلبيتها وتوطيد العلاقة بينها وبين متلقي الخدمات. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو جهاز يعمل في ثلاث اتجاهات. الجهة الأولى هو تمويل المشروعات من خلال الجهات الوسيطة ومن خلال المكتب فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الدقهلية، والجانب الآخر هو الترخيص من خلال وحدة تقديم الخدمات بالمكتب اللي هي كنا كلنا نتمناها وفعلا وصلت الأمور دلوقتي، هي حاليا خدمة الشباك الواحد موجودة في جهاز تنمية المشروعات. والجانب الآخر الخدمة المجتمعية والخاصة بالمشروع اللي هو قيمة المنحة 1,000,000 جنيه، المشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغيب الشباب. وفي النهاية نتمنى من الله عز وجل أن يجعل هذا المشروع سببا في طاقته ومرفعة شباب مصر من أبناء الدهلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.